الفنان عمر بشير قام مع الفنانة فريدة وفرقة المقام العراقي جولة بأكبر المدن السويدية لإحياء حفلات موسيقية. عدسة تراتش التقت بستوكهولم الفنان عمر بشير اللي تحدث عن مشاركته بحفل موسيقي مع المنتج كوينسي جونز. عمر صرح لبرنامجنا أنه ينوي إحياء حفل موسيقي على المسرح الوطني ببغداد اللي عزف عليه قبل 25 سنة مرافقة والده عازف العود الشهير منير بشير. ساكن في بودابست في هنغاريا المجر، صار 22 سنة. والدتي هي هنغارية الأصل، ومن هنغاريا أنطلق إلى بلدان العالم لتقديم أمسيات الموسيقية. أني عادة سولو أو ويا فرقة مالتي، بس متواجد عادة بالطيارة وبكل البلدان. يعني ما الفنان ما عنده وطن معين، وإنما يكون المسرح هو دائما الوطن مالته والحياة الخاصة. واليوم في ستوكهولم لتقديم أمسية موسيقية مشتركة مع الفنانة القديرة سيدة المقام العراقي سيد فريدة وفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو محمد قمار زوجها، وأيضا رح يشاركنا بها الأستاذ علاء مجيد المايسترو علاء مجيد من كبار الفنانين العراقيين العايشين في السويد. فرح يكون ليلة عراقية للتجميع للتجمع العراقي من كل طوائف من كل أديانة، لنثبت للشعوب الغربية أن العراق ليس فقط الحروب والمشاكل اللي مرينا بها، وإنما العراق هو عراق موحد بكل طوائفه بكل أديانه وبكل شعبه من كردستان إلى جنوب العراق. كل الناس تعرف انه احنا عائلة بشير عائلة العود، يعني لما تتكلم عن العود مرتبط يعني دايركت ببيت البشير، ان كان عمي مايسترو العائلة الراحل الكبير جميل بشير او استاذي وعازف العود يعني الكبير منير بشير صاحب مدرسة العود العراقية المحترفة، واخر العنقود هو عمر بشير اللي قدر ينفصل عن مدرسة منير بشير جميل بشير وتكوين أسلوب خاص له اللي هو أسلوب عمر بشير. أنا أسميه أسلوب عمر الجنوني لأن في بعض الأشياء الخاصة بطريقتي بعزفي بأسلوبي بالعزف بدمجي مع الموسيقى الغربية. أنا أول عازفين العود اللي دمجت العود مع الجيتار بالطريقة اللي أنا أعزف فيها، يعني عمي جميل أيضا عزف مع الجيتار ووالدي عزف، ولكن بالتقنية اللي عندي موجود بالتكنيك اللي عندي هذا أنا بداية 96 كانت. واليوم الجرائد العالمية تكتب أنه موسيقى عمر بشير أثرت على 90% من عازفين العود في العالم من ناحية الأسلوب الموسيقي، لأن الأسلوب اللي سويته أنا هو يجمع أعمار 5 سنين لغاية 70 سنة في مقام، في ارتجالات، في مودرن، في موسيقى راقصة، في موسيقى يعني تشبع أذان المستمع بكل أجواء. في دبي مع البرودوسر العالمي كوينسي جونز اللي اختارني كأفضل عازف عود في العالم، واختارني في هذا البروجكت اللي رافقوني فيه عازفين ماخذين أوسكار وماخذين غرامي، يعني ناس جدا مهمين.
وعندي تسجيل السي دي الاخير اللي اشتغل عليه اللي هو دانسينج عود، اللي هو عود الراقص. ما معنى انه العود ممكن يرقص لك تجريدي، باليه، رقص شرقي، رقص مودرن، رقص لاتيني، فلامينكو. اللي انت راح نسوي عده مقطوعات من ضمنها حلوه يا البغداديه صغيره اللي انت وصغيرون بتوزيع جديد. وعندي السي دي اللي نزل قبل 8 اشهر 9 اشهر في فرنسا من جمعيه دار الثقافات الموسيقى العالميه، وهي المركز الوحيد يهتم بموسيقى شعوب العالم. واللي السي دي حاز على جائزه 4 نجوم ذهبيه، وهي اعلى ما يمكن من ضمن كل السيديات الموجوده في خلال 6 اشهر. هم سمعوا الموسيقى، شافوا تقاسيمي تختلف، المقامات عزفتها بطريقه ثانيه، حطوه 4 نجوم ذهبيه، وهذا ايضا نجاح للعود ونجاح للعراق. أنا عندي حفلة مسرح وطني هي نقطة البداية لحياة عمر بشير، اللي راح أعزف بين أهلي وبين ناسي، راح أحس أني عندي جناح يعني ضامني أنه عمر أنت عندك وطن، وهذا جدا مهم، لأن إحنا عندنا افتقدنا الوطن فترة طويلة مع الأسف. يعني افتقدنا لأنه تركنا، يعني كل واحد تهجوه الخارج العراق وطلع خارج العراق، يعني صعبة صارت. فإن شاء الله تكون لمحة حلوة وأقدر أخدم بها مع دراسات الموسيقية مدرسة الموسيقى، وبعدها راح أشوف متطلباتهم، أعطيهم خبرتي الموسيقية. للأسف أيضا عندنا شوية الغرور عالي، فأنت جاي من برا يقول لك هذا جاي يتفلسف، لا أنا جايب لك الخدمة ببلاش اللي تعلمتها في 20 سنة، تفضل سوي لي مهرجان أو سوي لي شغلة، فإن شاء الله أقدر أخدم بلدي ما دام قلنا عراق. ف شوف فوق النخل